ضرورة إعادة النظر في الأسعار، لأنه بكل صراحة أسعار خيالية. يعني هذا الجزائري تكلمنا أنه عايش في أزمة، عائلة تاعنا كلها معترف ويعرف الجميع أنه عائلات يعني متكونة من 6 أفراد 7 أفراد. فهذا الجزائري اللي يجي البلد البي يخلصه ب 800 أورو، عنده أقل شيء 1000 أورو غير هدايا للعائلة تاعه، أقل شيء كذلك يجيب 1000 أورو يجيبها باش يصرفها في الجزائر باش يدي أبنائه يعني سياحة، ولا يروحوا يأكلوا في مطاعم، ولا لا أدري في منتجعات سياحية. فبالتالي هذا الإنسان يجيب معه أموال باش يفيد بها أبنائه ويفيد بها الاقتصاد الوطني والعجلة الاقتصادية. يعني أقل شيء أنا أقول شيء لعائلة متكونة من 5 أفراد وراح نزيدوا نضيفوا لها البي سي آر وراح نزيدوا نضيفوا لها الحجر الصحي، أقل شيء 10,000 أورو. 10,000 أورو يا جماعة راهي 200 مليون. يعني بالله عليكم، يعني وش كل يقدر يجي الجزائر في أسبوع ولا أسبوعين يخلص 200 مليون؟ فالآن رانا راح ندفع بأبنائنا أنه يروحوا يشوفوا وجهات أخرى. إحنا رانا نشوفوا ذلك الوجهات تاع تونس تاع المغرب تاع مصر تاع تركيا كلها راهي تغلي، غير فقط باش تقنع المواطنين الأجانب باش يجيوها، لأنه عاشوا أزمة وعاشوا يعني فترة فراغ تاع سنة ونصف، سياحة مكاش، فنادق متوقفة، كل شيء متوقف. فيقول لك أنا نعطي له 300 أورو 400 أورو ويجي يقعد عندي سمان. وهذه شفناها، يعني بإمكان كل إنسان أنه يروح على المواقع يعني على الجوجل ويعطي له كل المعلومات. فبدل ما نستفاد ونستغل أبناء جاليتنا اللي يجيونا لبلدنا ونحركوا الفنادق لسنة ونصف وهم مغلوقين ومجمدين، وسيارة الأجرة والمطاعم ولا أدري أنا يعني المتاحف متاعنا وكذلك يعني الأماكن السياحية إلى آخره. فبالتالي نساعد أبنائنا بأسعار معقولة، لأنه الإشكال وهذه ما زلت ما فهمتوش لحد الآن وزارة النقل والخطوط الجوية، الإشكال ما هوش في السعر. أنا دير لي سعر رخيص ونجي نخلي في البلد التاعي أقل شيء 1000 أورو أو 2000 أورو، لانه يعني كل الناس راهي تسافر وراهي تروح سياحه. المشكله ماهوش في السعر، قدر السعر يعطيك 100 اورو، لكن البلد متاكد انه المغترب او المهاجر او السائح كيجي البلد تاعو راح يخلص في البلد اقل شيء 1000 اورو. وهنا اللي تستفاد البلد، وهنا اللي تستفاد يعني اللي يستفاد الاقتصاد والسياحه وتحريك العجله الاقتصاديه. هذه نقطه من النقاط اللي تكلموا عليها كثير من المغتربين تاعنا، واتمنى من صميم قلبي بكل صراحه أنه سلطات البلد يعني تسمع لهذه الاستغاثة، تستمع كذلك إلى هذا الانشغال الرئيسي حتى يشجعوا أبنائنا أنه يعودوا لأرض الوطن تاعهم ويقضوا. وأنا قلتها للمرة الألف، نتأكد ويتأكد الجميع إذا الأمور مشات كما حبتها الجالية وكما حبتها الدولة وكما حبيناها كل إحنا الجزائريين، صدقوني راح يكون لأول مرة منذ استقلال الجزائر هذا الكم الهائل من المهاجرين اللي راح يدخلوا البلد. يعني أقل شيء 3 مليون، أنا أؤكد لكم أقل شيء 3 مليون من الجزائريين اللي راح يدخلوا البلد إذا الأمور كانت يعني ميسرة، مرونة، يعني تسهيلات إلى آخره. لأنه الجزائري كان في سجن وراح الآن يفرج عليه وراح يخرج للحرية وللنور إلى آخره.